السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في فيديو جديد. بعد الغيبة الطويلة بالحظر الصحي، الآن غنبداو المسيرة ديالنا في الفيديوهات الخاصة بالفلاحة بصفة عامة. أول فيديو غنبداو به إن شاء الله هي زراعة الذرة، لأن الإخوة بشكل كثير كيسولوا على الأمر هذا. زراعة الذرة فيها كما قلت لكم في الفيديو السابق، اللي يبغى يرجع للقناة غيلقى الرابط في أعلى الفيديو. كنا صوبنا العام اللي فات كيفاش نزرعوا الضريا، وبقاو الإخوان كيسولوني بزاف. نوع الضريا فيها أنواع، لهذا الطريقة كيفاش البداية باش كنبداو، كنحرطوا أول مرة، نحرطوا الأرض كنهيئوها مزيان وكنزرعوها. ملي كتنوض كنديروا لها الملحة، ملي كان شوية كنديروا لها المشطة، كنمشطوها بالدابة باش نحاولوا نقضيو على الأعشاب الضارة، وفي نفس الوقت نغطيو ديك الملحة، وفي نفس الوقت نحلوا نفكوا التربة على النبتة باش تطلع. وهاد المراحل غنوريهم لكم وحدة وحدة. الآن غادي إن شاء الله نمشي ونوريكم كيفاش كنزرعوا الملحة. الملحة اللي حنا كنقولوا الملحة باللهجة ديالنا، حنا كنقولوا الملحة هي لوريا. لوريا سماد إمبيكي غني بالأزوت، يعني 46 في نسبة ديال لوريا 46%. هذه كنعملوها باش تحاول تساعد النبتة في النمو ديالها، يعني غنية بالأزوت باش تخلي النبتة تعطيها واحد الدفعة، واحد الشحنة باش كيفاش كنلوحوها. الطريقة هي النتر ديالها، لاحظوا كيفاش قدر هكذا. حاولوا نتروها بشكل يعني باش ما تكونش الكميه مكتفه على النبته، لانها كتحرق هي يعني. هذا النسبه قليله على حسب حاجه النبته الى ماده لوري. كيف ما قلت لكم الان كيف تلاحظوا النبته هي بدات كتخرج، هذو هو حبات ديال الذره، ولاحظوا الاعشاب الضاره، هاي الاعشاب الضاره حتى هي بدات كتنور. اذا باش نحاولوا نفتحوا التربه على هاد النبته، يعني نهيئوا لها التربه بجنبها باش تنوض بشكل باريحيه، وفي نفس الوقت نغطيو ماد لوريا هاد النيتروجين اللي لحنا على النبته، وفي نفس الوقت قضاء على الاعشاب. كنستعملوا واحد الاله كنسميوها حنا المشطه. المشطه هي هاد حد مصنوعة من الحديد، فيها على شكل مشط، يعني فيها أسنان يعني متراصة. كنحاولوا نتقلوها بحجرة أو بأي شيء يعني ثقيل، وكنربطوها على الدابة كيف كتلاحظوا العود. أنا غنوريكم الطريقة كيفاش إن شاء الله كنخدمو. بركة الله سير. كنمشطو في نفس الوقت كنشد من هنايا باش ملي كتعمر بال يعني تمتلئ يعني بالاعشاب وبالتبن كنفرغوها. طريقه السقي كيفاش كنسقيو، كنسقيو بالبوتا كوت، وغنوريكم ان شاء الله كيفاش الصمطه ديال البوتاكوت اللي كنسلحو حفاظا على الماء، وفي نفس الوقت يعني اشباع النبته بالماء اللي خاص. طريقه سهله ولكن عندها ميزه جيده. تمتلئ كنحاولوا نحيدوا هاد الاعشاب اللي كتمسك المشط،
ونواصل. سيه هذا النهاية من المشط. التربة أصبح، لاحظوا معي كيفاش أصبحت يعني سهلة. هالدورة، لاحظوا معي الدورة نوض هذه تسمى بالمازوزية. وهذيك البكرية بعد مرور 15 يوم كيف ما لاحظتوا، كيف عملت لكم يعني المشط و يعني التسميد، لاحظوا الذرة ما شاء الله تبارك الله، يعني نوض ديالها مزيان. عشرة سنتيمتر ما بين البذرة والبذرة. طبعا نسرحوا ليها الصمتة، الصمتة ديال الكوتا كوت، تبدأ تسقى حسب حاجتها إلى الماء. الزراعة بالسمر يعني آلة البدارة بالسمر، حيت كت ونوع الذرة هذه كتوصل 3 متر في العلو ديالها، وكتعطي جودة عالية. يعني إذا كانت العناية في خلال 3 شهور الحمد لله صافي، هذه الدرة عندك. هذه مزروعة في شهر 4، هي يعني دابا الحمد لله خرجت الكبال ديالها. بعد ما نشوف الأرض يعني شيء الماء، نقوم به حرادتها يعني وسط بين الخطوط، بين الخطوط يعني في الوسط بين الخطوط، نقوم حرادة ديالها لي يعني تفكيك التربة، ثانيا يعني نزع الأعشاب والطفيليات. نوريكم الطريقة كيفاش كنحرثو. سير سير، انا نشد لك هذاك. هاي نشد نصور. سير ساري سير. الله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.